اخوتي اخواتاتي واحد السلام عليكم. اليوم فيديو جديد واخبار جديده. ايه اجيو تسمعوا اخوتي اخر ما كاين في السوق، اخبار بغميكتها واه يا حياء ليا. اجيو اخوتي تسمعوا اش وقع وشنو اللي دارت داك الناموسة. ويا عباد الله معذر المثل كيقولها واللي فيه الفز كيقفز. جبت لكم الاخبار بالدليل وبالصوت ديال عمتها اللي هي طاطا بديعة. أجيو أخوتي سمعوا العمة اللي كتدافع على المظلوم، العمة ديال بصح. أبرافو ليك، شابو من هاد المنبر، كنقول لك تحياتي لك طاطا بديعة. فضحاتها أخوتي، حطاتها سطل بالتقرقيب ماشي بلا تقرقيب. أجيو تسمعوا مزيان شنا خرج من داك الناموسة وشنا كدير. أي 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 مهم أخوتي، قبل ما نخليكم مع هاد الاخبار اللي جايبه لكم بميكتها، ما تنسوش الاشتراك واللايك في القناه والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد كننزلوا على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا طبعا. مهم الناموسة اصبح عليها الحال وتفضحات وخرجت طاطاها ولا امتها طاطا بديعه، خرجت فضحاتها الفضيحة بالقلاقل يا خوتي. اجيو سمعوها واجيو تصنتوا اشنو قالت وشنو اللي جابت لكم طاطا بديعة وحطات لك شي كل اللي فيها اللي كانت كتقول في سميرة صدق فيها هي ولا اله الا الله. ولا اله الا الله من بعد شي خت كتكون محسدة قلبها كحل، كتحسد اختها، كتحسد اختها على النعمة اللي عطاها الله. والمشكل داكشي اللي عطاها الله عطاه ليها حتى هي، ولكن بعد شي قوم كيبغي الخير غير راسو، ما كيبغيش الغيرو، كيبغي هو يولد الدراري ولا اخر ما يولدش، كيبغي يدير الدار وما يبغيش الاخر يديرها، كيبغي يدير الفلوس والطوموبيل والاخر ما يديرهاش. وحسبنا الله ونعم الوكيل اخوتي، فهاد الناس ماشي مغيارين وانما محسدين وحقودين وقلبهم كحل كالكفوس كالفاخر. والله ينجينا اخوتي ونجيكم من هاد الاخوات والله يبعدهم علينا. ولا كانت شي اخت محسده وكتبغي لاختها الشر الله يعطيه لها هي ان شاء الله، ويا رب ارجع لهم شرهم في نحرهم من هذا المنبر. وانا نخليكم اخوتي مع هذا الفيديو تصنتوا مزيان على طاطا بديعة اشنو قالت اخوتي. غنخليكم ونقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، ونخليكم مع طاطا بديعة وسمعوا مزيان اشنو كتقول، ونقول لكم نتلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد واخبار جديده. وما تنساوش اللايك وحتى الديزلايك الا بغيتوا، ولي كومونتير اخوتي بغيت الاراء ديالكم لتحت في التعاليق، وقولوا لي كيفاش جاتكم هاد الناموسة اللي طايره وديسه كتزنزن في الودنين ديال البشر. صدعاتنا. يلا اخوتي دوزو، خليكم مع الاوديو. على واحد حاشاكم حاشاكم وليدات طاطا بديعة، حاشاكم. هاد الفيديو هذا بغيتكم تتبعوه معايا من الاول للاخر ديالو. انا غنديرو قصير، نحاول نقصرو علاش ما قديت باش ما نعطلكمش وليداتي، ولكن الكلام اللي فيه بغيتكم تسمعوه. انتم عارفين طاطا بديعة ما تكذبش عليكم، وما عندي علاش نكذب عليكم، وما عندي علاش خصني تبقاو تبغوني وليداتي. هاد حاشاكم الخنزه، الخنزه ديال الناموسة اللي كنت نقول لها العفة الشريفة، بس زعما تحيد من هاد المشاكل ودير عقلها وتراجع. كلشي كيغلط لا غلطات مثلا ولا هذا الله يسامح، ولكن دابا لا، دابا غنعريك شي، دابا غنخليك عريانة في اليوتيوب، غنخليك عريانة. كتسمعيني يا الناموسة؟ بارك عليك، 5 سنين وانت كدير التحليلات والحل مازال ما لقيتيه. تنقول لك جمعي راسك، ما بغيتيش عيرتي راجلك بالعادة السرية، ودابا كتعايري لالاك، ما بغيتيش دحيتي بنتك في 12 ليل وليداتك سمحتي بهم، وما بغيتيش مطلق راجلك غير بالكذوب، وما بغيتيش. عقلتي يا الخانزة، عقلتي؟ هادي عامين ملي جيتي عند عمتك، عند عمتك الدعامي، عقلتي؟ باش انا وليداتي ولا طاطا بديعة نرجعهم لايام زمان باش يعرفوا الحقيقه ديالك يا المكروهه يا المحساده يا المغياره يا الحقوده من اختها يا المغيره دختها. وتمام ملي مشيتي عند عمتك الدعمي وكديري السم وكديري هذا وكتخسري الملايين الملايين باش تخسري اكولي وشي تبرعي لي راسك، ولا تبدلي طوموبيل تكون بحال اللي بدلتيها دابا، راكي بدلتيها، راكي سحرتي شويه في اليوتيوب وراكي بدلتي الطوموبيل بصحه. نقول لك انا بصحه،
انا ما نحسدكش وما نكرهكش، ولكن كنكرهك على هذه المعامله اللي درتي مع اختك سميره 11 عام الاول. ما خليتي ما درتي معها، راكي عارفه عمتك، عمتك الزوينه الظريفه هذه، القلب الكبير هذيك اللي كتبغي العائله ديالها وكتحترم العائله ديالها وكتحماق على امها وكتعيد لميمتها العام الاخر وهذا العام. والمهم الخبر في راسك وكتعاودي لها اسرار دباك والاسرار دمك والاسرار ديال كل شيء. هذيك هي اللي عطيتيها الحجر باش تعطي الخنزي اللي معاها، المسخ اللي معاها، القاقاقاقاق اللي معاها، الميكروب اللي معاها، باش دابا يضربوا ويشيروا على سميرة. وجيتي من داك الوقت وطلعتي تطوان، عقلتي وشكيتي على طاطا بديها وبكيتي على طاطا بديها وقلتي لي يا شوفي امتي شنو دارت لي وشوفي راجلها وكتبكي، عقلتي على البكاء والخنونه وكتبكي وتخني وبقيتي فيا وعزيتي عليا ودرت لك جوج الفيديوهات، واحد حطيتيه وواحد ما قدرتيش تحطيه، لان صالحوكم الناس، صالحوكم الناس يا الغداره، الناس صالحوكم انت وعمتك. والفيديو الثاني خنز من الاول درتو لك ما حطيتيش ما قديتيش، انا تما شميت فيك وتنقول يمكن يمكن تكون تراجعات الله وتصالحات مع اختها وتصالحتي مع سميره وطلقاتك سميره وتعشيتو في واحد الفيديو انت وولادك وقالت لهم هذه اختي البكايه وزعما ما كيديوش عليك زعما وكبرات بك سميره. تعقلي تعقلي واحد الفيديو طلعاتك 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 وكل ما هي طلعاتك كل ما انت سيسحب دابا هبطتيها. لا 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 وما تغلطيش اما تغلطيش الناموسة الناموسة وكلك عندي الناموسة وراني غنخرج عليك يا الناموسة راني غادي نجيب لك حبوس بني الناموسة وراني غادي نحيدك الناموسة غنحيدك. اسقيت قلبي شنو سميتك وما تعقليش اسقيت قولي فين انا وشكون انا. كنقول لك شوفي شحال المرات كنميك عليك شوفي شحال ميكس عليك وانتي عارفة على قبل من ميكس عليك وانتي عارفة على وجه من انتي عارفة حتى واحد ما عارف وانتي عارفة على وجه من. وعيرت لك يا راجل عمتك وقلت له يا سار حمي انا بنت خويا ماشي شمكارة زلايف تالي الليل زلافة هاد الحنة كتحني بها العرايس وحنات لك لبنتك وكبرات بنتك وخسرت على بنتك وخسرت على مرتك وفين خيرها وفين عاد اللي ما شايفينش العائلة داكشي اللي درتي لها وداكشي اللي عطيتيها بلا خبار امك وبلا خبار خوتك. ما مرضيتيش شمتي شمتاتك عمتك. سمحوا لي وليدة طاطا بديعة الله ياخذ فيها الحق الله ياخذ فيها الحق حسبي الله ونعم الوكيل في هادشي اللي بغات دير في هاد العائلة. راها خوتي محرشة راها محرشة حيت حتى ديك عمتها كتغسل الدماغ كتغسل الدماغ للبشر واخا بنت العروبية كتغسل كتغسل الدماغ للبنادم غير إجا الله من جهته وخدم عقله وذكي وبعد منها. ولكن هاد الحشرة هادي هاد المسخة جات تواتت هي وياها ولكن الأخرى مريغلة على هادي كتضربها بعائلتها كتضرب العائلة بيها كتقبضها وعلم الله باش موعدها. شوفي هادي دابا مسخناك حتى هي طاحت حتى هي راها في الحضيض حتى هي طايحة أنت شتيها كتلبق حتى هي وغادية حتى هي كتعمش كتعكز وصافي ما كان بقات مع العائلة ديالها وبقات قضي البيزا نطلع على القناة ومسهي اللي كندير لها الشان كرها مازال الفوق كرها ضربات في المليون وفات المليون الفوق ولكن كاع اللي كيحطم بعائلته ويسمح في عائلته كله كيضرب باباه الله كله ما كيعاوش الله سبحانه وتعالى تيعطيه الكشوفية كيكشف بحال دابا اللي كشفتي انت القردة بحال دابا انت اللي كشفتي وسيفتك ويلي جاية بالنظاظر في وسط الدار في قلب دارك شنو دايره الطاقه الشمسيه في الدار شنو الشمس مدرقه عينيك بالبكاء نقول لهم كنت ندب وكنبكي وبيتك كنبكي وما رضيتش بالتعاليق وما رضيتش بالديزلايكات
قوم قوليها لهم قول لهم سميرة عيت نحفر لها ما بغاتش تطيح، انا كنحفر لجد امها وهي كتطلع. قوليها لهم، قول لهم انا كنحفر لها وكنهضر فيها وكنطيح بقيمسه والقيمه كتطلع لها، بقيمسه والقيمه كتطلع لها. يلا يشدوك الجنون شي نهار في الفيديو بحال اللي كانوا كيشدوك وتيشدك راجلك وتيصورك وتيلوحك للعالم، ما كتهميش انت، كيهمو غير الفيديو، فهمتي؟ لا انت ولا راجلك مضحيين بكل شيء، انت درتي العاده السريه، دابا كتقولي لهم راها ما خصهاش دير لراجلها. ماشي سوقك، ماشي شغلك، شوفي انت راجلك اش درتي بيه وشوهتي بيه، درتي العاده السريه. ما هي واش دارت له؟ هي شحال وهي مخبعه، وشحال وهي في دار باها، وصلها الدار باها، وسكنات، وجالسه، كون ما كانش الوسواس اللي هو انت، شكون تيخرج الاسرار لعمتو، وعمتو كتعطي لك الخنز اللي داير بها، ديك اللي كتوكلهم في ديك وحده بعدا كتوكلها ميمي، عايشه معاها راه سمح فيها راجلها ولادها، راه جالسه معاها كتخدم جوج خدمات باش يلاه باش كدير الفيديو، كدير الفيديو وتدور الشغال باش تاكل ميمي عندها. واحد الخنز، واحد المعفونه، واحد القرده، قالت لك مرضات تقبات لها الحنجره ولات عاوتاني كتعاير بقوه الحماقو، جاكم الهبال الحماق.